يرونه هو مناسبا. إن هذه تهديدات شريرة وصريحة، وهذه الوثيقة لن تسمح لنا بإنهاء الأنشطة العسكرية، بل لا يمكننا أن تجسر النزعة القومية الأوكرانية واحتجاز المدنيين كضحايا بالمعنى الحرفي. هذا ما يحدث في سلسلة من المدن في أوكرانيا، حيث استخدم البشر كذروع بشرية. علمنا اليوم أن الجيش الأوكراني لا يسمح للمواطنين بمغادرة المدينة ماريبلور، ويبقون على النساء والأطفال حتى في المدارس، ويرغمون كافة المدنيين على العودة الذين يحاولون مغادرة المدينة من الممرات الإنسانية. هناك كتيبة وطنية تعد للحرب باستخدام المدنيين، حتى تتهم روسيا باستخدام العنف، وهذا يتنافى مع القانون الإنساني الدولي والترسانة العسكرية والعتاد والمدافع يتم وضعها. إن هناك قيادة تبين أنه ليس لديها أدلة كهذه أو الفيديوهات التي التقطها الأوكرانيون ليست متوفرة. المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق السلطات الأوكرانية، كالتوزيع الإجرامي وغير المسؤول عن الأسلحة لمن يرغب في الحصول عليها، لأولئك الذين تم الإفراج عنهم من السجون، وهذا يعادل القتل والنهب والقمع. دعمكم لمشروع القرار هذا هو دعم لأوكرانيا التي ليست هي في الواقع. بمشروع هذا القرار تدعو إلى الحرية والديمقراطية. استمعنا إلى ممثل أوكرانيا كلمات عن النازية، ولكنه لم يذكر النازية الجديدة المتفشية في أوكرانيا نفسها، والنازية الجديدة في المنظمات الوطنية المتفشية أيضا، والتي تدعم هتلر. المهتمون بما يجري في الأزمة الأوكرانية عليهم أن يفهموا من أين أتت. أننا نحاول وقف حرب لثماني سنوات في الميدان ضد شعب دونباسك، وكان من المستحيل تجنب هذا السيناريو. نحن لما نألو جهدا وحاولنا قصارانا ولم يتم الاستماع إلينا، أولئك الذين يعيشون في دونباس يتم قصفهم، و4000 ضحية لم تكن كافية، غالبيتهم يعيشون في المنطقة، وهدف عمليتنا الخاصة طبقا للمادة 51 من ميثاق المتحدة سوف يتم تحقيقه. ومع ذلك فإننا لا نقوم بقصف المدنيين والمنشآت المدنية، والمدنيون لا ينبغي أن يعتقدوا في هذه الرسائل الزائفة التي يتم توزيعها. عمليات خاصة في مركز خاص للعمليات الخاصة تم تدميره في أوكرانيا، وثمة سيناريو من أوكرانيا يمكن يتم لو كان هناك من الراديكاليين من يهتم بحماية حياة المدنيين بدلا من أن يختبئوا خلفهم. لم يذكر أي شيء عن
الانقلاب غير مشروع في فبراير 2014 بتواطؤ فرنسا وألمانيا ودعم الولايات المتحدة، حيث الرئيس المنتخب تم الانقلاب عليه وتم تقييد المواطنين من استخدام اللغة الروسية، وهذا انتهاك لحق أولئك الذين يعيشون في شرق البلد وبما في ذلك الحق القيم في الحياة. لم يرغبوا في الاستماع إلى ذلك ولا المأساة التي تجري في أوكرانيا بعد انقلاب الميدان 2014. لكن الذين يعيشون في أوديسا عانوا من الجرائم، وذلك مثال صارخ على هذا. حرب ضد دونباس قامت به كييف، ولا أوروبا والولايات المتحدة، فأوروبا والولايات المتحدة قد دعمت أوكرانيا في السنوات الثمانية الأخيرة بالأسلحة لقتل المواطنين.